يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل هذا الحديث من أحاديث الصفات فيثبت لله الظل، أم أنه إضافة تشريف كما يقال بيت الله؟ والله يا أخي ما نبحث في هذا، ما ورد في الصفات وكلام الأئمة إثبات الظل لله بمعنى أنه صفة، لكن يثبت كما جاء في الحديث ولا نتعرض له. نعم، يقول هذا من التكلف، يعني البحث في هذا من التكلف. نعم.